بالنسبة للتخفيف، هذا في الفرض، لأن حديث معاذ كان في صلاة العشاء وهي فريضة، وهذا الحديث كان في صلاة الغداء وهي صلاة الصبح. أما في صلاة النافلة فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسبع الطوال ولكن في صلاة القيام، صلى بالسبع الطوال ولكن في صلاة القيام. والله تعالى أعلى وأعلم.